اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله عليه السلام قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له يزوك بالله يا بطه من الزوف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وما كان ذل ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتدرني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرت فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكساء فتن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتدني ادخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اجلت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابو الحسن يا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه ابن امي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتعذرني ان اكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا اخي ووسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد اذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابته يا رسول الله اتذرني ان اكون معكم تحت الكساء قال قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء فلم اكتملنا جميعا تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اخذ برسول الله بطرف الكساء فاوما بيده اليمنى الى السماء فقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يولمني ما يولمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل ويا ملائكتي ويا سكان سماواتي لما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية
ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلقا يسير الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء فقال الامين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه ومعدن الرساله هم فاطمه وابوها وبعلها ومنوها صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا رب اعتذرنا انا احبت الى الارض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زدت لك فهبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله للي الحال يقرب السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي مما خلقت سماء مبنيه ولا عظمتيه ولا قمرا منيرا ولا شمس مزيه ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلقا يسير لا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان ادخل معكم فهل تذنني يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا امين وحي الله انه نام قد اذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال لابن الله قد عليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي النبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه واله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برساله نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الارض وفي جمع من شيعتنا ومن بينا الا ونزلت عليهم الرحمه وهفت بهم الملائكه واستغفر اللهم الى ان يتفرقوا فقال علي عليه السلام اعظم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبه صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال ابي رسول الله صلى الله عليه واله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برساله نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل العز وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مهموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجه الا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام اعظم والله فزنا وسيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والاخره ورب الكعبه صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد اما برادر خرم حسین سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں پر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد باردی کو صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سمجھ کے زہارا ستایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہارا ستایا گیا سکینہ کو قدم قدم پہ سمجھ کے زہارا ستایا گیا سکینہ کو او اپنا حال یتیمی
सुनाने आई थी पेदर की लाश से पत्थर हटाने आई थी लगा के दुर्रे लगा के दुर्रे हटाया गया सकीना को समझ के जहारा सताया गया सकीना को वो पूछते ना कब तन्हा वो तेज रफ्तारी संभलती के हुसैन की प्यारी गिरी नहीं है गिरी नहीं है गिराया गया सकीना को समझ के सहारा सताया गया सकीना को सारे हुसैन को तकते थे आबिदे मुस्तर तड़पने लगी थी थी गाजी की लाश दरिया पर तमाचा जा भी तमाचा जा गया सकीना को समझ के सहारा सताया गया सकीना को सलावत पर मोहम्मद हो